المرجعية موقفها واضح من مو الآن قديم موقف أو مواقف عديدة من صدرت تحديث سيد, سيد غيث تحديثاً. ما لا علاقة بالموقف فد القديم إطلاقا أها. لا مو عزيزي السستاني مو مو مثلي هو مو محلل سياسي ولا قائد سياسي ولا إعلامي ولا مثقف السيستاني مرجع ديني هو مو شغل السياسة لذلك هو يعتقد أنه وظيفته أن يقول رأي شرع <applause> ورأي المرجعية فيما يتعلق بمسألة ما مرة واحدة تكفي يبقى هاي المرة أنت من يطرأ تحديث عليها ممكن يجدد لكن لما ما تحديث هو الوضع كما هو طب هو سيد غير الوقت انتهى وقت البرنامج انتهى حقيقة الدولة حقيقة وقال نعم بس بس انتبه بس أحمد شوف قد خطورة خطبته السستان قال قال السلاح كل السلاح يعني هذه هذه تأكيد كل ومن التزم بها من, من التزم بيها من التزم بها يقول لك أحسن إحنا مرجعنا مو سيد السساني مرجعنا الخامنة